أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصيحتنا طبعا كل يوم في نصيحة مهمة جدا، سواء للرياضيين، سواء للناس العادية، سواء لست البيوت، سواء للناس كبار السن. الرياضة مهمة جدا يا جماعة، بس إزاي نبدأ رياضة، إزاي ننظم أكلنا. ونصيحتنا اليوم عن التغذية، ومهم جدا إن احنا نعرف إيه المشروبات اللي ممكن نشربها قبل السحور أو بعد الفطار. يعني في ناس بتيجي تشرب طبعا القهوة والشاي قبل، يعني بعد السحور على طول، وده يا جماعة مشكلة، لأن احنا فترة صيف، وفترة الصيف لازم تبقوا عارفين ايه اللي احنا ممكن ناخده بعد السحور. طبعا ده كل ده عشان الكلى، وعشان ان في ناس ممكن بطبيعتها عندها نسبة املاح عالية جدا جدا، فالشاي والقهوة طبعا هزودوا نسبة الاملاح شوية على الكلى، ودي حاجة يعني صعبة جدا. احنا عايزين نشرب يبقى خلال يعني قبل السحور باربع ساعات خمس ساعات، لكن ممكن ناخد عصير فريش، ويكون نسبة السكر برضو بسيطة جدا، دي عشان ما تحسسناش بالعطش خلال فترة اليوم في الصيام. واحنا عايزين نقول يا جماعة، وبعدين الشاي والقهوة بيعمل نسبة حموضة مع الأكل فترة السحور، لأن كله مع بعضه. وبعد كده في ناس بتفطر يعني بتتسحر قبل المدفع على طول، فمهم جدا يكون في سوائل، ناخد الحاجات اللي زي ما قلنا شرائح من البطيخ أو من الأناناس، ناخد خاص الحاجات دي كلها، السوائل دي مهمة جدا جدا، لازم نهتم بالحاجات دي. عايز اقول لحضراتكم معانا تمرينه مهمه جدا لكل السيدات في البيوت، هنروح طبعا للمدربه نور في جيم، طبعا في غوريلا جيم، هنروح نشوف التمرينه ديت، وان شاء الله نشوفكم في حلقه قادمه باذن الله. السلام عليكم، معاكم كابتن نور من غوريلا جيم. المفروض ان احنا نتكلم النهارده على شويه تمارين ممكن نعملها في البيت مع الستات اللي مش قادرين ان هم يروحوا الجيمات، الجيم غالي او ما عنديش وقت. في بعض التمارين ممكن نعملها نشد بيها جسمنا، سواء الرجل او البنش او البطن والجناب ومنطقه البنش، وطبعا عندي منطقه الدراع. نبدا مع بعض كده تمرين صغير. بالنسبه للرجل، انا ممكن وانا واقفه في البيت مكسله مش لاقي حاجه اعملها، ممكن نعمل تمرين اسمه تمرين سكوات. دوت بيبقى واقفه وبنزل لحد تحت، ورجليا ما بتعديش الركبه، ما بتعديش مشط الرجل من تحت، وبنزل اكتر بالمنطقه اللي ورا دي، هتشد لي كل منطقه الرجل من قدام ومن ورا. وممكن وانا واقفه بعمل اي حاجه، ممكن اطلع وانزل برجلي مشط رجلي لقدام، دي منطقه بتخلي السمانه تشد عندي كلها. في تمارين ممكن اعملها وانا واقفه، ممكن تويست علشان خاطر الجناب عندي ممكن تنزل شويه. في تمارين وانا واقفه ممكن اعملها وانا ماسكه اي حاجه، ممكن وانا واقفه اعمل استرتشات بسيطه قبل اي تمرين اساسا ما يحصليش حاجه. تمام كده لورا، للكتف، في تمارين ممكن نعملها علشان خاطر البطن، بننزل على الأرض رجليا بخليها قريبة مني شوية، وبنزل خلي ايدي هنا او ايدي هنا، بنزل وبطلع 10 عدات كفاية. وفي تمرين ممكن نعمله علشان خاطر الجناب كده. تمام، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من التمارين اللي احنا عملناها وتجربوها في البيت، ويا ريت ما نكسلش.